18 عام نبداو من 18. 18 يعني تزوج، عندي هنحمل بالولد الاول، الوليد الاول. بيمن تزوجتي؟ فين تلاقيتي الزوج ديالك؟ الزوج ديالي تلاقيت الزوج الاول. الاول كنا باقيين صغار فهمتي، زواج ديال الصغار. دوزنا واحد المده قصيره ماشي بزاف، ولد جوج ولاد، طلقت عندي 23. اش نقول لك اختي سميره؟ ما ماشي شي خدمه، الناقل الصغر صراحه. دوك اصحاب والديه فهمتي، اختو هذه مو كتعطيه كذا كذا. المهم درت 23 عام، عندي جوج وليدات، صافي طلقت. انا درت الطلاق الشقيق من 18 23 عام. ولكن ماشي كامله مع بعضياتنا. لا ما كاملاش مع بعضياتنا، كان بعدا وقع ليه واحد المشكل، كان مشدود في الحبس. شنو المشكل؟ كان وقع ليه مشكل، مهم عنده شي بحال هكا شي ديال تجارة طيرات وداك الشيء. نعم. كنتي عارفة انه كيتاجر؟ كان تزوج شي بيه؟ لا 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 لا، سمعي، انا ديك الساعة كنتوحم وجاني الوحم عليه، وقع لي مشكل مع واحد السيدة اللي هي دابا معاه، فهمتي؟ انا هي باش تشد على ود هذاك المشكل، على ود هذاك المشكل. كيفاش السيدة اللي معاه؟ دابا الفترة اللي كنتي انت مراتو كان مع شي وحدة، كنتي خوك. انايا تفارقت عليه، انا عندي كنتوحم، ما بقيتش بغيته، صافي جاني الوحم عليه. تخيلي صافي ما بقيتش بغيتو، صافي وصلت لواحد الدرجه اللي صمقيت كنشوف فيه. جا عندي قلت ليه طيحته، يا ربي تسمح لي وانا حامله بالوليد الكبير. صافي هو باش تلاقى مع هادي. الوقيته اللي ولدت انا جاو عندي السبيطار دارهم مو وداك الشيء العائله، هو صافي طار مني داك الشيء ديال الوحام، صافي رجعت لراجلي. وهادي ديك الساعه عنده مشكل مع هاد السيده هادي، وهو تزوج بك وهو على علاقه بها؟ اي لا، مزوج بيا موراها كما قلت لك، انا تفارقت معاه. تفارقنا واحد المده طويله، راه من عندي 5 شهور حتى 9 شهور. 4 شهور وانتم مفارقين؟ غير مفارقين ماشي مطلقين. لا غير مفارقين. هو تلاقى مع هاد السيده، تلاقى مع مصاحبين يعني هو تصاحب معاه وانت مراتو؟ اي نعم. حملات دعاتو. دعاتو انا جيت حضرت، انا حضرت في الجلسه وداك الشيء صافي. تفاهمنا باش يتزوج بها. قبلتي؟ قبلت. شنو اللي خلاك تقبلي؟ ما عنديش مشكل صافي، حيت نقول لك صراحه في ذاك الوقت نكونوا صريحين، واخا هما يقدروا يشوفوا هذا الشيء ما يعجبهمش الحال. لا عادي انت كتقولي. انا كنت عارفه كانت باغيني، كانت باغيني، ما كنتش مسوقه صافي. وفعلا خرج وداك الشيء وبقيت، ولكن جات واحد الوقت اللي صافي كان خايب معايا، العصا، الحقره، النرجسيه، بزاف 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 ديال الامور. ولكن الله يسامح علينا، ما تنحقدش صافي، وانا نطلق راسي. طلقت راسي. كان تزوج بها هو ديك الوقيته؟ صافي من طلقت انا عاد ولا معاها الان. واخا خليني بغيت نسولك غزلان، الوقيته اللي هو تزوج بها انت كنتي باقا مرتو؟ وكان معايا انا يعني. وحملتي عاوتاني معاه؟ علاش حملتي معاه؟ علاش ما فكرتيش انه هذا الزوج هذا؟ ديك الساعه باقا عقلي صغير وراه معايا، ما كيمشيش عندها صراحه. مزوج بها ما كيمشيش عندها؟ ما كيمشيش عندها، ونكذب عليك صراحه والله. كان معايا وعقل صغار وداك الشيء. لو كان بالعقل ديال دابا وهذا الوقت ترتكبي نفس الغلط؟ لا 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 ابدا ابدا ابدا. ها ابدا. نحبس معاك هنا وغادي نقول لك شتي علاش انا تنقول دائما ان هاد البرامج هي فيها عبره للبنات. كاينين غيتفرجوا، تسمع شنو وقع لك انت وتحبس. شنو اللي غادي يجبرك ابنتي تزوجي واحد الانسان اولا ما خدامش خدمه اللي انا كنقولها؟ يقدروا الناس دابا يتقلقوا مني يقول لك لا كتشجعي البنات ما يتزوجوش. لا اختي، الا ما خدامش ما تزوجش به. صح. كاينه ولا ما كاينش؟ العذاب الاليم. واش عندي حق ولا لا؟ لا عندك. انا تنقولها، كاينين دابا غيطلعوا غيهاجموني. لا اختي، الا ما خدامش ولا ما غيفكرش، ما يوفرش لك السكن ويعيشك عيشه كريمه ويكون راجل قد بك، بلا ما تزوجي اختي. ولا ما تزوجي وتحملي وتولدي ولاد ضحايا، غطاو بعدو نشوفوك طالعه تطلبي في المساعده. هذه حقيقه. واش كتظنوا انه انا صورت مع حالات هذه؟ انا شنو كيشوفوني؟ تيشوفوني كنطلب في المساعده. انا عايشه بالمساعده اختي سميره. غزلان، انا صورت مع حالات ديال عائلات ما
ما عندهمش، الراجل ما خدامش والمراه ما خداماش، وعائلاتهم ضعاف، والدين 4 5 6 7 8 وحتى صغرش ما عندها 8. علاش اختي ما تزوجش بها؟ انا ما كانش خدام والله العظيم. ياك ضد والله. فانا هذا رايي ولا الزم به احد. اللي بغى يتخلق هو حر. انا كنقول لبنيات اليوم، ابنيتي راك كنتي في داركم معززه مكرمه، وباك مسكين ضارب عليك سامره وخدام عليك، وهذا سيري كملي قرايتك ولا خدمي وكوني راسك. نهار تزوجي اختاري الشخص المناسب، حيت لك انت غادي تزوجي شنو عند الزواج عليك بلا زواج كيلاش شفتو عليا ما غطات ودني. برافو لك. غادي نتزوج به ونوض انا نبدا نخدم عليه؟ لا اختي، خدمي على راسك وخدمي على ميمتك وباك تدي الرضا بعدا. غتدي بعدا الرضا والله الا. اما تخدمي على واحد مستاجر يعشي دوار. بصح بصح كتقول لك ميم بالكلمه هذه. ودابا انا كنشوفهم وتنوضي بلاتي وتزيد مازال تولدي الولاد، ما خدام ما ردام والده الولاد. لا اختي انا ضد هذا الزواج. انت ما خدامه هو ما خدام، حيت واخا تكون اسره ديالك عندهم وهو دارهم عندهم، هما غير ملزمين باش يعطيوكم. ما تزوج اخويا حتى تكون قد بالمراه، وما تزوج يا اختي حتى تلقاي الشخص اللي قدبك اللي يكون بك. كنتي خدامه هو خدام ماشي عيب، معاونين على الزمان، برافو جميل جدا. انما ما خدامش ونتزوجوا والحب غيوكلنا الفطور وغيغدينا وغيعشينا ونولدوا الولاد ونجيبوا الولاد، حيت هذوك الضحايا هما ما كيبقى لا حب لا والو، كيولي المشاكل. الحب كيهرب من الشر ديك الساعه. كيهرب اختي، وكتولي المراه كتولي المراه عيب ثقيل هي وولادها. الله يرحم باك. ونقول لك الصراحه كتولي ميكروبه انت وولادك، ويقدر هو شوفي ويقدر ويقدر هو يهرب يزيد ويخليك انت واحله مقاتله. دابا تخيلي معايا انايا من طلقت بجوج وليدات شحال عندي؟ 800 درهم تعيش لك جوج ولاد. يلا قولي انت اختي سميره. تخيلي معايا كنشدوها مثلا فقبل ما نتزوج كنمشيو كنخسروا هذيك الساعه، كنمشيو للبيم مثلا كناخذوا منها شويه مثلا كوفيتير زبيده شي تويشيات للدراري فريميش صافي في نهارها عولناها نعيشوا الشهر كامل. لا انا ضد تنشوف. بصح بصح اختي والله حتى لا هو خدام وردام وانت ما خدامه ما ردامه وكارين وروينا الكحله ونقولوا تزوج شويه الزواج سترا ويا سلام. ولاش الولاد؟ لاش الولاد؟ لاش الولاد؟ ما كتقتلني غير شي وحده ويتزادوا برزقهم. والله الا بصح عرفتش اللي ما متفقش معايا هو حر. انا قلت لكم هذا رايي ولا الزم باحد. فين التعاليق شي يقولوا ما 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 تنركش مع التعاليق. لا زعما شي اسئله لا انا نسى نسولك انت معايا في البرنامج. انا معاك سمعتي. اللي بغانا راه الرقم محطوط على الشاشه، ناسي نديرو 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 الحلقه باش نشوفوا الرقم صافي. الرقم راه على الشاشه واللي بغانا غيتصل بينا. نسي التعليق ونسي الناس. لا بغينا الاسئله ديال الناس. انا اللي كنسولك. مرات شوفي انا اللي كنسولك دابا التعليق احيانا فما بقيتش كنبغي نقراهم. عرفت حيت كاين واحد النوع من المرضى النفسانيين. انا تنقولها لهم انا تنقول كاين واحد النوع من المرضى النفسانيين تيدخل يدي ذنوب فابور، تيدخل يبدا يسب ويبداو يتسابوا. فانا خصني نركز معاك. التعليق راه ما غيبقاو يكتبوا التعليق حتى العام الجاي. هذاك الشيء اللي كاين. تزوج هو بالسيده. لا ولكن صافي تطلقت انا عاد ولا هما مع بعضياتهم الله يسهل عليهم. صافي انا دفعت طلاقي، طلاق الشقاق فهمت. صافي دفعت طلاقي صافي ما بقيتش بغيت. شحال كان في عمرك من طلقتي؟ 23. 23 عندي جوج وليدات ديك الساعه. واحد دايره في ظهري كان مريض، اللي مريض عندي وليد مسكين مريض. شنو عنده؟ عنده مسكين واحد من ذوي الاحتياجات الخاصه. شحال في عمره؟ عنده 13 عام. 13 عام؟ فين عايش؟ مع من عايش؟ معايا. ولادي معايا. ولادي معايا انا اللي وصيه عليهم وكل شيء. ما قدرش. وهو اش كيدير؟ شكون با؟ عنده طوموبيل خطاف. لا اش كيدير زعما اش دوره في الحياه؟ دوره ما عنده حتى شي دور. كاينه ديك 800 درهم كتعطيها لي امه ومره مره وملي تزوج قال لك ما تبقايش تاخذي. يعني شوفي 800 درهم ماشي شي حاجه. والدعم قيدهم معاه في الدعم هو وقال لك اختي كياخذوا 4000 ريال كيعطيهم.
ديال الدعم ديال جوج واخا طلقتي هزيتي وليداتك اين كانت الوجهه فين مشيتي البراكه عند امك وباك عند امك ما عنديش لا لا في الاول مشيت كريت كريت في لاكار حتى لاكار كريت واحد المده تقريبا 6 شهور صافي مني راكي عارفه كتغلبي جوج وليدات ولي كوش ولا ديك الساعه باقي عندك لي كوش باقي صافي وانا رجع في حالي البراكه براكتنا هي اللي تقبل علينا لا ما لا ضو ما كنخلصوا والو صافي بقيت جالسه تما حتى خرجنا من البراكه حتى استافدنا راكي عارفه دوك صحاب البرارك صافي مني ريبوا لينا استافدنا صافي خدينا واحد الشقه انا والام ديالي اللي مربياني بجوجنا في شقه حنا بجوج في شقه يعني نفس الشيء اللي كاين اختي سميره